مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من لندن عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ عادل. بداية، ماذا يعني هذا الفشل لحكومة تيريزا ماي في تمرير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. بالتأكيد تعيش بريطانيا وضعا سياسيا واقتصاديا صعبا للغاية بسبب فشل النخب السياسية بالقيادة أو بدعامة رئيس الوزراء تيريزا ماي في التوصل إلى اتفاقية مقنعة ومرضية وملبية لمصالح البريطانيين من جهة، وحافظة أيضا لمصالح الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية. تصويت البرلمان البريطاني ضد الاتفاقية التي عرضتها عليهم تيريزا ماي والتي خاضت من أجل الوصول إليها سنوات طويلة وجهود مضنية، يؤكد مرة أخرى بأن الكرة عادت مرة أخرى إلى المربع الصفر، وأن البريطانيين يجدون أنفسهم ضحية لقرارات أو ربما لاستفتاء حصل في ذات يوم بسبب تعنت بعض السياسيين وربما بسبب خطابات بعض السياسيين المتطرفة إذا جاز التعبير، وهي تضع الآن مصير ليس بريطانيا وحدها وإنما حتى مصير القارة الأوروبية في على كف عفريت، وأن البريطانيين هم أول من سيدفعوا ثمن ذلك، وأن وحدة بريطانيا أو بريطانيا التي كنا نعرفها في السابق الآن قد تكون جزءا من الماضي إذا لم يتوصل السياسيون البريطانيون عفوا إلى اتفاقية أو إلى رؤية وصياغة مبادرة تخرجهم من هذا المأزق الذي وصلوا. هنا هذا الموضوع يقودنا إلى سؤال أستاذ عادل، هل يمكن لبريطانيا أن تستغني عن الاتحاد الأوروبي؟ هل تحتمل أو لديها القدرة على الاستغناء عن الاتحاد الأوروبي؟ والمقابل أيضا نعكس السؤال حتى على الاتحاد الأوروبي، هل لديه القدرة على فقدان بريطانيا كقوة اقتصادية سياسية عسكرية كذلك بريطانيا بالنسبة للاتحاد؟ الأوروبيون كانوا منذ السابق لا يثقون في البريطانيين ويعتقدون بأن البريطانيين براغماتيين بين قوسين وبصفة أخرى انتهازيين يريدون مصالحهم الاقتصادية ودعم ما كان في بلادهم، وكانوا أي أقصد هنا الأوروبيين كانوا يعتقدون أو كانوا لا يثقون جدا في ولاء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. البريطانيون من ناحيتهم تعاملوا مع عضويته في الاتحاد الأوروبي أو أرادوا أن يتعاملوا معها معكم في الربح لكننا لن نكون معكم في الخسارة، وقد ظهر هذا التأسف أو هذه الخشية من الاتحاد الأوروبي أو هذا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي عندما ظهرت موضوع دخول بعض الدول أوروبا الشرقية في الاتحاد وموضوع السفر وقدوم أيادي أو أوروبيين الكثر إلى بريطانيا. ربما عجز البريطانيون أو لم يريدوا أن يكونوا جزءا من أن يدفعوا ثمن قدوم هذه اليد العاملة من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا، لذلك أرادوا أن يكونوا حاضرين أو شركاء في الربح ربما أبرياء من الخسارة أو بعيدين عن الخسارة، وهذا هو الذي لم يقبله الاتحاد الأوروبي من بريطانيا، ولذلك أراد أن تكون بريطانيا عضوة كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي لها مع الأوروبيين وعليها مع الأوروبيين. الآن هل يمكن القول بأن بعد فشل تيريزا ماي في التوصل إلى اتفاقية مقنعة لشعبها أولا قبل أن تذهب إلى الاتحاد الأوروبي؟ هذا هو المأزق الحقيقي. هنا نقطة نصل إليها، وهي حديث عن استفتاء مضاد لاستفتاء الانفصال. هل تعتقد أن هناك فرص لنجاح هكذا استفتاء إن حصل؟ طبعا من الناحية القانونية نحن الآن الاستفتاء لا زال بعيدا، بمعنى أن التصويت الذي جرى يوم أمس الأربعاء بإعادة منح الثقة أو بفشل مطلب سحب الثقة من حكومة تيريزا ماي ومن تيريزا ماي نفسها، هذا يؤكد مرة أخرى أن تيريزا ماي ما زالت تمتلك بعض أوراق اللعبة. صحيح أن الفارق ليس بعيد من تيريزا ماي اليوم هي في أضعف حالاتها السياسية، لكن أيضا ما زالت هي قادرة، بمعنى أنها لم تسقط بعد، أي أن حزب المحافظين ما زال يقف إلى جانبها. هل تملك تيريزا ماي من هنا إلى يوم الاثنين المقبل أن تصل إلى رؤية تستطيع فيها أن تحصل على موافقة المجلس العمومي البرلمان البريطاني لتذهب بها إلى الاتحاد الأوروبي لتناقشها؟ هنا كل الخبراء والقريبين من الشأن السياسي البريطاني يؤكدون بأن لابد أن تحصل معجزة حتى تتمكن تيريزا ماي من هذا، ولذلك يعتقدون بأن
الوضع يذهب باتجاه المجهول اكثر، وان الخروج للاتحاد الاوروبي الان اصبح ايضا مساله مشكوك فيها، وان الاتحاد الاوروبي ربما قد ارسل بعض الرسائل الايجابيه انه بامكانه ان يمنح البريطانيين فرصه لاعاده النظر في ذات القرار. هذا الموضوع يقودنا الى هذه النقطه تحديدا، عمليه المماطله والتمديد الان. يعني صحيفة التايمز البريطانية قالت بأن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يدرسون خططا لتأجيل الانسحاب حتى 2020، وهناك محاولات لتمديد أكثر من ذلك. ما الفائدة، ما الغرض الذي يقف خلف هذا التمديد؟ هنالك في حتى في الاتفاق هنالك مرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية هي عمرها سنتان حتى يتمكن البريطانيون والاتحاد الأوروبي من أن الطريق سالك نحو الانفصال، لكن بعد فشل الاتفاقية وفشل الزمالة في التواصل الاتفاقية معنى ذلك أن مسألة الخروج أصلا في حد ذاتها الاتحاد الأوروبي أصبحت الآن مسألة مشكوك فيها، وأن البريطانيين الذين طالبوا يوم أمس وتظاهروا أمام برلمان بمطالبة برلمانهم بإعادة النظر في مسألة الخروج نفسها، هذه أيضا بدأت تثير كثير من الجدل في بريطانيا. والسيناريوهات المتوقعة الآن هي الذهاب باتجاه تشكيل حكومة جديدة، أو وهذا هو الخيار الأقرب، أنه بعد الانتخابات المقبلة يتم العودة مرة أخرى إلى الشعب البريطاني واستبدائه أو وسؤاله عن مجددا هل هو ما زال مصر على الخروج من الاتحاد الأوروبي أم لا. طبعا هذا الخيار المحافظون بزعامة تيريزا ماي يستبعدونه الآن، لكن طريقا آخر من البريطانيين يؤكد أنه في حال فشل تيريزا ماي، وهذا هو الأكثر حدوثا، فإن ذلك سوف يدفع أو ينضج فكرة العودة مرة أخرى إلى تحكيم وضحت الفكرة في مصير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. من لندن عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.